بتقول الأفلاك لمواليد الدلو بالأسبوع الثالث من شهر كانون الأول ديسمبر 2022؟ يا عزيزي الدلو، بتبذل جهد مشكور ابتداء من الخميس 15 وللتنين 19، ولح تكون النتائج جيدة لإلك بعد هالجهود يلي لح تبذلها لسبب من الأسباب. بتعالج مسألة مهنية بين الخميس 15 والجمعة 16، بتتعاطى مع شأن مادي بخص أحد المقربين ومع مفاجآت بهالإطار بدهشك اللي عم بيحصل بهالأثناء. بتبرز بشخصية مميزة بين السبت 17 والتنين 19، يمكن يتحدث عنك الكتار، بس لما يصير هيك بيصير في حسات حتى بمجالك الاجتماعي والمجال المهني، بتصير الحسد يا عزيزي. وبيحاول البعض عرقلتك بهالفترة والإساءة إلى سمعتك، انتبه خاصة بين 23 والأربعة 21، كن حذر جدا، فالكواكب بمواقع جديدة وغير اعتيادية بتولد بهالوقت أجواء عامة مشوشة قليلا وبتستفز الفضول لدى الكثيرين. بتتغير أسس وقواعد وأجواء عامة تجعل الناس منتظرين الأحداث ساعة بساعة.